قصة كفاح شعب مصر. الفصل الخامس، إرادة الشعب المصري وعزل الوالي التركي خورشيد. من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب. موقف الشعب المصري من الحكام المستبدين. موقف الشعب المصري من الحكام المستبدين أو كيف تعامل الشعب المصري مع المستبدين، هو دائما يتمسك بحريته وحقوقه ويرفض أن يستبد حاكمه أو يسوقه كالأنعام، وينصح المستبدين وينصحهم ويحذرهم في بداية الأمر، فإن لم يستمعوا للنصح والتحذير ثار عليهم وتمرد وأنزلوه من عرشه وسلبوه ملكه وسلطانه. خورشيد والشعب المصري. من هو خورشيد؟ خورشيد هو والي فاسد ظالم وحاكم مستبد قاسي لا يحبه الشعب ولا يعرف الرحمة بالناس، وترجع قصته مع شعب مصر لسنة 1805 وما قبلها. كل هم خورشيد في الحياة هو جمع المال الوافر لإنفاقه على ملاذه ورغبته الشريرة الفاسدة، ويستعين في حكمه بجنود غير مصريين لا هم لهم غير النهب والسلب والإضرار بالناس. توضح قصة خورشيد مع شعب مصر شجاعة الشعب وقوة إرادته. موقف الشعب المصري من خورشيد كان هو الغضب من أعماله الشريرة وتصرفاته السيئة، حتى بلغ الغضب غايته فأعلن الشعب غضبه وثورته وعصيانه، حتى أنزله الشعب عن عرشه وجرده من جبروته وسلطانه وألقى به بعيدا عن مصر. جنود خورشيد. في مايو سنة 1805 قام جنود خورشيد بارتكاب مجموعة من الجرائم ضد الشعب المصري، وتتلخص جرائمهم في اعتداء جنوده على الأهالي اعتداء مؤلما، واندفع جنوده إلى الحوانيت فنهبوها وإلى المواطنين المارين في الشوارع والطرقات فسلبوا ما في جيوبهم من مال، وخطف جنوده بضاعة البائع الجائل وأكلوا ثماره وفاكهته. كان رد الشعب المصري على هذه الجريمة التي ارتكبها الجنود في حقه هو أنهم شعروا أنه ليس من الشرف ولا الكرامة السكوت على فساده أو قبول هذا العار، بالإضافة إلى أن جموع الشعب ثارت بطوائفه وانطلقت في الشوارع والميادين يهتفون بسقوط خورشيد وجنوده، ولجأت جموع الشعب الثائرة إلى المشايخ والعلماء ووثقت بهم طوائف الشعب والتفت حولهم ورضيت بقيادتهم وزعامتهم، والسبب لما لهم من مكانة عظيمة عند الناس وكانوا موضع احترام الناس وتقديرهم. مطالب المصريين. تجمعت جموع الشعب وطائفه حول دار المحكمة العليا مع المشايخ والعلماء، والسبب لتقديم مطالبهم إلى خورشيد الذي كان متحصنا في قلعته. مطالب الشعب المصري المرسلة إلى خورشيد تتلخص في خروج الجنود الأجانب من البلاد، وعودة المواصلات بين الوجهين البحر والقبلي، وعدم فرض ضرائب جديدة من غير موافقة العلماء وزعماء الشعب. كان موقف خورشيد من هذه المطالب أنه ضحك وسخر منها وأنكر حق الشعب في هذه المطالب، ولم يدرك حقيقة الأمر ويمنح الشعب حقوقه ويخضع لرغباته. موقف العلماء والزعماء من رفض خورشيد لمطالبهم ازدادوا غضبا وثورة وقرروا خلعه، وأعلنوا قرارهم لجموع الشعب من حولهم. قرر الشعب الثائر محاصرة خورشيد في قلعته، وأبوا ترك مكانهم حتى يخضع خورشيد لإرادتهم ومطالبهم أو يرحل عن هذه الديار. مع طول حصار الشعب للقلعة لم يجد خورشيد مفرا من إرسال رسوله مرة ثانية إلى عمر مكرم ليقول له: كيف لا تطيعون أولي الأمر منكم وأنتم رجال الدين؟ وهنا رد عليه عمر مكرم بكلمته الشهيرة والتي جاء فيها: نحن لا نطيع إلا الوالي العادل، وخورشيد أبعد ما يكون عن العدل والرحمة. أي طاعة تجب على الشعب لهذا الوالي الذي استبد وطغى؟ أي طاعة تجب على هذا الشعب لهذا الوالي الظالم الذي لا يعرف غير السلب والنهب والتعذيب؟ أي طاعة تجب على شعب سلبه هذا الوالي الأحمق حريته وكرامته؟ وهنا صاح عمر مكرم في وجه رسول خورشيد قائلاً: قل لخورشيد إنه ليس الوالي الذي تجب على الشعب طاعته. حصار خورشيد وعزله من الحكم. ظل الشعب يحاصر خورشيد في قلعته معلنا عدم التخلي عن مطالبه، وأمام إصرار الشعب وإرادته وجد سلطان تركيا أنه لا مفر من خلع هذا الوالي الظالم،
والسبب لتهدئة هذا الشعب الغاضب الثائر. أرسل السلطان إلى خرشيد رسالة نصها: لقد أدركنا غضب الشعب المصري وتمرده عليك وحصاره لقلعتك، وأدركنا أنه من الخطأ تأييدكم في سياستكم التي أثارت الشعب، ورأينا أنه لا بد من عزلكم تحقيقاً لرغباته واستجابة لمطالبه. وهنا يتضح الإصرار والإرادة كصفات للشعب المصري يجب التفاخر بها. نهاية الفصل، ونتمنى لجميع أبنائنا كل التوفيق، ونتمنى تشرفونا باشتراككم في القناة.